ازيكم سنة رابعة؟ النهاردة هنتعلم مع بعض آخر درس في التاريخ وآخر درس في المنهج، بيتكلم عن عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة. يعني عايزين نعرف في درس النهاردة إيه الحاجات اللي كانت موجودة وساعدت المصريين القدماء إن هم يعملوا حضارة مصر القديمة اللي بقالها 7000 سنة بتبهر العالم ولسه هتبهر العالم أكتر وأكتر في السنين اللي جاية. طيب، عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة دي متقسمة لجزئين: عوامل طبيعية، يعني ربنا اللي خلقها احنا ملناش دخل فيها، ربنا مديها لنا كده هدية أو هبة من عنده، وعوامل بشرية المصري القديم هو اللي قدر يوفرها لنفسه. العوامل الطبيعية دي زي نهر النيل اللي هو أساس كل حاجة حصلت في مصر من بعدها. تمام، بعد كده موقع مصر الجغرافي. مصر بتتميز من يومها بموقع جغرافي بيتوسط قارات العالم. موقعها الجغرافي ده ساعدها على تنشيط التجارة وانها تتواصل مع بلاد العالم زمان، وكان في احداث كتيرة جدا هناخدها الترم الجاي هنعرف فايدة موقع مصر الجغرافي ده. ثالث حاجة، مناخ مصر المعتدل، ما هوش حار رهيب طول السنة ولا هو بارد قارس البرودة طول السنة، هو متوسط ما بين كده وما بين كده. فاعتدال مناخ مصر وتنوعه ساعد على ان هم يقدروا يقوموا بنشاط الزراعة، وساعد ان هم يعملوا نشاط زراعة متنوع من محاصيل صيفي ومحاصيل شتوي وهكذا. كمان وفرة الموارد الطبيعية او الموارد المعدنية بالتحديد، زي ما اتكلمنا في عصر المعادن وعرفنا ان هم صنعوا الادوات بتاعتهم من المعادن، يعني وجود المعادن ساعد اهو في قيام الحضارة. يبقى لما نتكلم عن العوامل الطبيعية هنلاقي ايه؟ نهر النيل، موقع مصر الجغرافي، مناخ مصر المعتدل والمتنوع، ووفرة الموارد الطبيعية والمعدنية. بالنسبة بقى للعوامل البشرية، اتنين بس: الجيش والوحدة. واللي كان أول واحد يعمل جيش وأول واحد قدر يعمل وحدة ويخليها تستمر هو الملك مينا، وهو اللي قدر يوحد مصر واستمرت المحاولة اللي قبله دي، كانت محاولة مش ناجحة وما قدرتش إنها تستمر، وهو أول واحد عمل جيش لمصر عشان يحمي الوحدة دي من إنها تتقسم مرة تانية، وعشان يحمي مصر ضد أي معتدي يقدر إن هو يدخل ويستولى على مصر. هنعرف تفاصيل أكتر في درس النهاردة، يلا بينا. تعالي بقى نتكلم عن عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة بالتفاصيل بتاعتها. اتفقنا ان هي بتتقسم لعوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية، اول واهم عنصر او عامل عندنا هو نهر النيل، اللي من غيره ولا عنصر او اي عامل من عوامل قيام الحضارة ما كانش هيفيدنا لو نهر النيل ده ما كانش موجود في مصر. بعديه الموقع الجغرافي، واحنا عرفنا في الجغرافيا أهمية موقع مصر الجغرافي، هنتكلم فيها تاني بالنسبة لحضارة مصر. المناخ، الموارد المعدنية. طبعا العوامل الطبيعية دي كلها احنا ملناش دخل ليها لان ربنا اللي وهبها لينا، زي نهر النيل، الموقع الجغرافي، المناخ، الموارد المعدنية، او ساعات يتقال عنها الموارد الطبيعية. يعني ممكن تيجي كده في السؤال موارد معدنية او موارد طبيعية. تاني حاجة العوامل البشرية، دي بقى احنا او الناس هم اللي قدروا يعملوها، اللي هي الوحدة، اللي هي وحدة مصر بين مملكة الشمال والجنوب وتوحيد الاقاليم والكلام ده، والجيش. تعالوا ناخدهم بقى عنصر عنصر ونتكلم عنه. العوامل الطبيعية هنتكلم فيها اول حاجة عن نهر النيل، ويجي يقول لي بما تفسر اهمية نهر النيل في قيام حضارة مصر القديمة. احنا اتفقنا ان هو العنصر الرئيسي والاساسي والاول لقيام حضارة مصر القديمة. طب ليه؟ اشمعنى ده بالتحديد؟ تعالوا بقى نشوف الاجابة. لانه ساعد على استقرار المصري القديم، من غيره كان هيفضل المصري القديم في حياة التنقل والترحال ويطلع عليهم الوحوش والحيوانات المفترسة، وهيفضل يموت منهم كل يوم مجموعة ناس، عمر ما كانت الحضارة هتقوم. يبقى الأول وأهم حاجة إنه ساعدهم على الاستقرار. تاني حاجة ساعدهم على قيام الزراعة اللي هم عمرهم ما كانوا يعرفوها في الصحراء، وبالتالي لما استقروا وتلاقوا الزراعة وتعلموها بدأت العادات تكبر، فتكونت المدن والأقاليم وبدأوا يبنوا مساكن. وبالتالي بعد كل ما حصل الكلام ده بدأت تبقى عندنا حضارة مصر القديمة. يبقى لما يقول لي أهمية، ده أهم سؤال في الدرس ده،
أهمية نهر النيل في قيام حضارة مصر القديمة، هنقول ساعد على الاستقرار. ليه ساعد على الاستقرار؟ عشان هما كمان اتعلموا الزراعة. الاستقرار والزراعة خلى عددهم يزيد، فتكونت المدن والأقاليم وبنوا المساكن، وبالتالي ده بيعتبر العامل الرئيسي لقيام الحضارة المصرية القديمة. طب تعالوا نشوف أكمل. أما يجي يقول لي أكمل يعتبر نقط السبب الأول والرئيسي والأساسي في قيام الحضارة المصرية القديمة، هو كده عايز نقول له نهر النيل. طيب استقر المصري القديم على إيه؟ وعرف إيه؟ وكون إيه؟ استقر المصري القديم على، يعتبر نهر النيل، تمام. استقر المصري القديم على وادي النيل، وعرف إيه هناك؟ عرف الزراعة، وبالتالي كون الأسر أو تكونت القرى والمدن. طيب ناخد بالنا كويس قوي 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 من ايه؟ من ان انا لما قلت استقر قلت على وادي النيل، ما قلتش على نهر النيل. احنا ما استقرناش على النهر، احنا مش قاعدين جوه الميه، احنا استقرنا على وادي نهر النيل، يعني الاراضي اللي على جانبين بتوع نهر النيل. يبقى لما اقول استقر المصري القديم على، هنقول وادي نهر، وادي النيل، محدش يقول لي نهر النيل بقى، نفهمه تمام. يبقى استقر على وادي النيل وعرف الزراعة وكون الأسرة. تعالوا بقى نقلب السؤال، ماذا كان يحدث إذا حدث جفاف لنهر النيل؟ لو نهر النيل ده كان في جبل عليهم فترة من فترات حصل له جفاف، أو ما كانش أصلا موجود، ممكن يقول سؤال ماذا كان يحدث إذا لم يوجد نهر النيل في مصر القديمة؟ كان إيه اللي هيحصل؟ ما كانش الإنسان المصري هيستقر، وكان هيفضل مكمل حياته في التنقل والترحال، ما كانتش هتتكون المدن والأقاليم، لأن كان هيفضل كل يوم يموت منهم ناس بسبب حرارة الشمس أو برودة الليل أو الحيوانات المفترسة أو الجوع أو العطش، وبالتالي عمر ما كانت هتقوم الحضارة المصرية القديمة. يبقى لما يقول لي ماذا يحدث إذا حدث جفاف لنهر النيل، أو ماذا يحدث إذا لم يجري نهر النيل في مصر، هنقول لم يستقر المصري القديم، وبالتالي هيعيش حياة التنقل والترحال، ما كانتش هتتكون المدن والأقاليم، وما كانتش هتقوم حضارة مصر القديمة. تمام. تاني حاجة معانا الموقع الجغرافي. اتفقنا في موقع مصر الجغرافي في دروس الجغرافيا ان هنتكلم فيها عن، لما يقولي بما تفسر اهمية موقع مصر الجغرافي، اقول انها بتطل على بحرين من اهم بحار العالم، وانها بتتوسط قارات العالم القديم، وبعد حفر قناة السويس زادت اهمية مصر. اوعى 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 حد في موقع مصر الجغرافي بالنسبة للحضارة المصرية القديمة يتكلم عن قناة السويس دي خالص. لما يقول لي بما تفسر أهمية الموقع الجغرافي، غير لما يقول لي بما تفسر أهمية موقع مصر الجغرافي بالنسبة لقيام الحضارة. طالما قال لي في قيام الحضارة، أيام الحضارة ما كانش فيه قناة السويس، يبقى لما هنتكلم بس عن إنها بتتوسط قارات العالم القديم، وإنها بتطل على بحرين. ما ينفعش أبدا نقول له قناة السويس بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لحضارة مصر القديمة. تمام؟ يبقى لما يقول لي ايه تأثير الموقع الجغرافي على قيام الحضارة المصرية القديمة، هنقول كان مهم موقعها لانها بتتوسط قارات العالم القديم اسيا اوروبا افريقيا، وانها بتطل على بحرين من اهم بحار العالم، البحر الاحمر والبحر المتوسط. طيب شوفوا بقى السؤال ده، ما النتائج المترتبة على موقع مصر الجغرافي المميز في قيام حضارة مصر؟ نفس الكلام، احنا خدنا ما النتائج المترتبة على موقع مصر الجغرافي وسكت، ده بالنسبة لدرس الجغرافيا، قلنا زيادة الأطماع الاستعمارية، صح الكلام؟ لا، لما يقول لي هنا بقى ما النتائج المترتبة على موقع مصر الجغرافي المميز في قيام الحضارة؟ موقع مصر المميز في قيام الحضارة ساعدها على تنشيط التجارة والتواصل مع البلاد المجاورة. يبقى ناخد بالنا سؤالين شبه بعض في الجغرافيا والتاريخ، بس ده بيتجاوب عليه بشكل جغرافي وده بيتجاوب عليه بشكل تاريخي رغم انه نفس السؤال. لما يقول لي بما تفسر أهمية موقع مصر وسكت، يبقى هو يقصدها بشكل جغرافي، هنقول له حفر قناة السويس، وهنقول له انها بتطل على بحرين وتتوسط قارات العالم. طيب بما تفسر أهمية موقع مصر بالنسبة لقيام الحضارة، أو يعتبر موقع مصر من عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة، مش هتكلم عن قناة السويس، هتكلم انها بتطل على بحرين وبتتوسط قارات العالم.
نفس الكلام هنا، ما النتائج المترتبة على موقع مصر الجغرافي وسكت، يبقى هنقول له زيادة الأطماع الاستعمارية للسيطرة على مصر. طب لما يقول لي ما النتائج المترتبة على موقع مصر الجغرافي المميز في قيام حضارة مصر، يبقى الإجابة هتكون إيه؟ ساعدها على تنشيط التجارة والتواصل مع البلاد المجاورة. ناخد بالنا ونقرأ السؤال مليون مرة قبل ما نجاوب. طيب بالنسبة للمناخ، ده سؤال متكرر بالنسبة للمناخ عندنا، ما النتائج المترتبة على تنوع واعتدال مناخ مصر؟ أخذناه برضو في درس الجغرافيا، اللي هو لما قلنا ما النتائج المترتبة على تنوع مناخ مصر أدى لتنوع محاصيل الزراعية ووفرتها. ساعة ما قلت لكم لو حبينا نعكس السؤال وقلنا بما تفسر تنوع المحاصيل الزراعية، هنقول بسبب تنوع مين؟ المناخ. يبقى لما يقول لي ايه النتائج المترتبة على تنوع المناخ، هقول له مخلي المحاصيل متنوعة. طب لما يسألني العكس بما تفسر تنوع المحاصيل الزراعية، هقول له بسبب تنوع مين؟ المناخ. تمام؟ طيب أكمل. تتمتع مصر بمناخ نقط، هو يقصد المناخ بتاع مصر طول السنة شكله ايه؟ مناخ معتدل. حدد لي بقى، طب في فصل الصيف شكله ايه؟ حار جاف. جاف يعني ما فيهوش امطار. ممكن اكتب حار جاف وممكن اقول حار ولا يسقط به امطار، اشوف انا ايه اللي سهل عليا في الحفظ واقوله. وفي فصل الشتاء معتدل ممطر او معتدل ويسقط به امطار. يعني الشريحة دي كلها متكررة عندنا من درس مناخ والنبات الطبيعي اللي عندنا في الجغرافيا. تمام؟ طيب اخر حاجة في الموارد الطبيعية، في العوامل الطبيعية، الموارد المعدنية او الموارد الطبيعية. اما يجي يقول لي ما النتائج المترتبة على وفرة الموارد المعدنية في مصر؟ هم عملوا ايه بالمعادن؟ لما احنا اتكلمنا عن العصر الحجري القديم والحجري الحديث، وبعدها جالنا عصر المعادن اللي هو النحاس والحديد. طيب عملوا ايه بالمعادن؟ صنعوا بيها ادواتهم، وصنعوا بيها الاواني بتاعتهم، واستخدموها في صناعات كتيرة جدا. يبقى وفرة الموارد المعدنية دي ساعدتهم في قيام صناعة متعددة، عملوا بيها صناعات متعددة. طب لما نيجي نعكس السؤال بما تفسر قيام صناعات متعددة في مصر القديمة، هنقوله بسبب ايه؟ بسبب وفرة المعادن. يبقى لما يقول لي ما النتائج المترتبة على وفرة المعادن، هقوله انها سببت فيه ان هم قدروا يعملوا صناعات متعددة. طب بما تفسر كانوا بيعملوا صناعات متعددة؟ لان كان عندهم موارد معدنية كتير، وفرة موارد معدنية. طيب ايه شكل الموارد المعدنية اللي كانت موجودة؟ اكمل. يتوافر في مصر العديد من المعادن، ربنا وهب لنا في أرض مصر معادن كتير جدا جدا جدا. أشهر اثنين اتكلمنا عنهم في العصر المعادن النحاس والحديد. أشهر معدنين بعدهم الذهب والفضة، ودول اللي كانوا بيصنعوا منهم الحلي وتاج الملك والحلي اللي كانت بتلبسه الملوك وقتها. تمام؟ طيب والعديد من الصخور، الصخور دي كانوا برضو بيستخدموها في بناء المعابد بتاعتهم، زي الرخام والجرانيت. الرخام ده عشان نعرفه، اللي هو زي الرخامة اللي موجودة على دولاب المطبخ عندنا، في اي بيت هتلاقي دولاب المطبخ عليه رخامة، هو ده الرخام. والجرانيت ساعات بنلاقي كده في السقف فيه وردة جواها طوب صغنون خالص رفيع كده بالالوان، الطوب الصغير الرفيع ده اسمه جرانيت. سواء الرخام او الجرانيت دي صخور جبلية بتتعمل وبتتكسر وبتتلون باشكال معينه، وساعات هي اصلا بتكون ملونه، وبنبدا ان احنا نزين بيها المساكن بتاعتنا. زمان كانوا بيزينوا بيها المعابد او بيعملوا منها مسلات او تماثيل وهكذا. يبقى بيتوافر في مصر العديد من المعادن زي النحاس والحديد، ودول اشهر اتنين احنا خدناهم، والذهب والفضه عشان الحليه وتاج الملك، والعديد من الصخور مثل الرخام والجرانيت. تمام. تعالوا بقى نتكلم عن العوامل البشرية اللي هي الوحدة والجيش. تعالوا نبتدي بالوحدة. الوحدة دي مين اللي قام بيها؟ حد فاكر؟ تمام، قام الملك مينا بتوحيد مصر سنة 3200، ودي الوحدة اللي كملت ونجحت واستمرت. تمام. طب ايه النتيجة اللي ترتبت على الوحدة دي لما حصل توحيد للبلاد؟
ايه النتيجة اللي حصلت. طب تعالوا نشوف الاول قبل الوحدة كانت الدنيا شكلها ايه عشان نعرف ايه النتيجة اللي حصلت. قبل الوحدة كانت البلد متقسمة لأقاليم، كل اقليم زي ما احنا فاكرين كان ليه شعار وكان ليه حاكم وكان ليه معبود وكان ليه الجيش بتاعه. كل اقليم كان بيستخدم الجيش بتاعه في انه يحارب الاقليم التاني، طبعا في انه ياخد موارد معدنية من عنده او ياخد ارضه او يستولى على اي حاجة منه. فكان دايما بينهم صراعات وحروب ومشاكل. كتر الصراعات دي ضعف مصر. تمام؟ لما الملك مينا وحد البلاد بقوا كلهم ايد واحدة، ما بقوش ضد بعض، ليه؟ بقت مصلحتهم حاجة واحدة وكلهم تحت حكم حاكم واحد، وبالتالي كلهم بيحميهم جيش واحد، فما بقاش فيه الصراعات اللي كانت حاصلة. وطالما ما فيش صراعات هيبقى فيه امن وامان. يبقى لما يقول لي ما النتائج المترتبة على تحقيق الوحدة في مصر او قيام الملك مينا بتوحيد مصر، هنقول له خمس حاجات. اول حاجة انتهاء الصراعات بين القرى والمدن والاقاليم، وطالما انتهت الصراعات هينتشر ايه؟ الامن والامان. يبقى انتهاء الصراعات ونشر الامن والامان. الاهتمام بالزراعة والصناعة، طالما مبقاش فيه صراعات وانتشر الامن والامان، الناس هتبتدي تفوق لشغلها للزراعة بتاعتها وللصناعة، وبالتالي هتنتج بكميات احسن واكتر. تمام. قيام حكومة مركزية لخدمة الشعب. يعني ايه حكومة مركزية؟ حكومة مركزية يعني حاكم واحد بس هو اللي بيحكم البلد، والحكومة اللي هم الوزارة هي اللي بتحكم معاه حكومة واحدة بس، اسمها حكومة مركزية. لكن لما كانوا متقسمين لأقاليم وكل اقليم ليه حاكم، دي اسمها حكومة لا مركزية. تمام؟ وبالتالي دي كانت اول حكومة مركزية في مصر. يبقى الوحدة اتسببت لي في ايه؟ اتسببت في انتهاء الصراعات، وطالما انتهت الصراعات هينتشر الامن والامان، وطالما مفيش صراعات وبقى في امن وامان، كل واحد هيفوق لشغله، هيهتم بالزراعة والصناعة. وبالتالي قيام حكومة مركزية واحدة لخدمة مين؟ الحكومة دي عملوها لخدمة الشعب. الحكومة دي الهدف منها انها تخدم الشعب، تشوف مشاكله ايه وتحلها، تشوف طلباته ايه وتوفرها له. يبقى الحكومة المركزية لخدمة الشعب، وبيساعده الحاكم او الفرعون او الملك في حكم البلد. خامس حاجة، تقدم ورقي الحضارة المصرية القديمة. طبيعي طالما في امن وامان وفي زراعة وصناعة وحكومة مركزية، هيبقى حضارة مصر سابقة حضارات تانية كتير مش متوفر عندها الحاجات دي. يبقى لما يقول لي ما النتائج المترتبة على تحقيق الوحدة في مصر، هنقول انتهاء الصراعات، وطالما انتهت الصراعات انتشر الامان والاهتمام بالزراعة والصناعة، قيام حكومة مركزية لمين؟ لخدمة الشعب، وتقدم ورقي الحضارة المصرية القديمة. تعالوا بقى نعكس السؤال، ماذا يحدث اذا لم ينجح الملك مينا في تحقيق الوحدة بين اقاليم البلاد؟ أو ماذا يحدث إذا لم تستمر الوحدة التي قام بها الملك مينا؟ مش إحنا في السؤال قلنا انتهاء الصراعات؟ لا، هنا بقى هتستمر الصراعات، مفيش حاجة هتوقف الصراعات، وطالما الصراعات موقفتش هيبقى عدم توافر الأمن والأمان. ما كانش هيبقى في جيش واحد يحمي مصر، هيبقى كل جيش بيحمي الإقليم بتاعه، لكن مصر هتبقى ضعيفة وسهل جدا حد يجي ويستولى على أرضها. عدم وجود حكومة مركزية، منين هيبقى في حكومة مركزية وهي أصلا متقسمة لحكومات جواها؟ تمام؟ وانهيار الحضارة المصرية القديمة. يبقى احنا عكسنا الإجابة بسبب ان احنا لغينا ان ملك مينا عمل الوحدة. يبقى لما يقول لي ما النتائج المترتبة على الوحدة، هقول له انتهت الصراعات، انتشر الأمن والأمان، قيام حكومة مركزية، العمل بالزراعة والصناعة، وتقدم ورقي حضارة مصر. طب لو ما كانش حصل وحدة، ما كانش حصل الحاجات دي كلها، كانت هتستمر الصراعات، ما كانش هيبقى فيه جيش لمصر، ما كانش هيبقى فيه حكومة مركزية، وهتنهار الحضارة المصرية القديمة. طب بالنسبة للجيش، الجيش لما يقول لي بما تفسر ضرورة تكوين جيش قوي في مصر، ايه لازمة ان انا اعمل جيش في مصر؟ اول حاجة عشان اقدر احمي وحدة البلاد، احمي وحدة البلاد،
والدفاع عن البلاد ضد اي معتدي. ايه الفرق بين الاثنين دول؟ حماية وحدة البلاد يعني انها احمي البلد من انها ترجع تتقسم تاني لمملكة شمال ومملكة جنوب. يبقى انا مخصص الجيش ان هو يهتم وشغله الشاغل بان هو يهتم ان يحمي وحدة البلاد عشان ما ترجعش تتقسم تاني ويبيع كل اللي احنا عملناه. والدفاع عن البلاد ضد اي معتدي عشان ما يجيش اي بلد من بره مصر تفكر انها تيجي تحتل مصر او تستولى عليها. طيب نحط في بالنا ان اي سؤال من اي نوع عن الجيش هتكون نفس الاجابة دي. يعني لو قال لي ركزوا بقى في الجزئية دي، بما تفسر قيام الملك مينا بتكوين جيش قوي، او بما تفسر ضرورة تكوين جيش قوي في مصر القديمة، او ما النتائج المترتبة على وجود جيش قوي في مصر القديمة، أو بما تفسر يعتبر الجيش من أهم عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة. طالما أي سؤال بيسأل عن الجيش هنقول نفس الإجابة هي هي. إيه الإجابة؟ حماية وحدة البلاد والدفاع عن البلاد ضد أي معتدي. يبقى أي سؤال نحطها كده قانون في دماغنا، أي سؤال يسألني عن الجيش وضرورة وجود الجيش أو النتيجة المترتبة على وجود جيش هقول له حماية وحدة البلاد والدفاع عن البلاد ضد أي معتدي. أكمل، يعتبر إيه صمام الأمان للحفاظ على وحدة البلاد وحمايتها؟ ايه اللي بيحافظ على وحدة البلد وبيحميها؟ مهرمين؟ لا. الوحدة؟ لا. ها نفضل نجيب كل العوامل هنلاقي ان اللي بيعمل الموضوع ده هو الجيش. يبقى بيعتبر الجيش هو صمام الامان. صمام الامان يعني اللي يقدر يوفر الامان للبلد عشان يحافظ على وحدتها وحمايتها. ماذا كان يحدث اذا لم يقم الملك مينا بتكوين جيش؟ ايه اللي كان هيحصل بقى لو ما كانش فيه جيش؟ هتتعرض البلاد للانقسام مره اخرى، تمام، مش هتبقى موحده، وممكن تتعرض كمان لخطر الاستعمار. تمام ماشي، اكتب كلمات صح او خطا. من كتر حب الفراعنه او القدماء المصريين لنهر النيل كانوا اوقات في ناس منهم بتعبده وبيعتبروه اله كبير مهم بالنسبه لهم جدا، وكان من ابشع الجرائم اللي ممكن تحصل اكتر من جرائم القتل والسرقه ان حد يلوث ميه نهر النيل. دي كانت ابشع جريمه في مصر القديمه. تمام، يبقى لما يقول لي كان تلويث نهر النيل قديما يعد من اكبر الجرائم هقول له اكيد اكيد صح. وممكن تجيني في اكمل، كان نقط قديما يعد من اكبر الجرائم. هو ايه اللي كان بيعد من اكبر الجرائم قديما؟ هو تلويث نهر النيل. طيب قامت الحكومة المركزية لخدمة وتنظيم حياة الملك، الاجابة هتكون ايه؟ الحكومة المركزية كان هدفها انها تحمي حياة الملك وتنظمها؟ اكيد غلط، لان احنا اتفقنا ان الحكومة المركزية كانت لخدمة وتنظيم حياة مين؟ الشعب. عرفنا عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة الطبيعية والعوامل البشرية، وعرفنا قد ايه نهر النيل هو اساس قيام الحضارة المصرية القديمة، واللي من غيره كل العوامل اللي كانت موجودة ما كانتش هتفيدنا في اي حاجة. وعرفنا اهمية الوحدة، لازم يبقى كلنا بينا وحدة، الوحدة بتقوي والتفرقة بتضعف. ياريت نكون احنا استفدنا السنة دي من المنهج بتاع الجغرافيا والتاريخ حاجة كويسة. اللي محتاج اي سؤال اي استفسار انا معاكم، اكتبولي في الكومنتس بتاعتكم وهتابعكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة. استنوني في حلقة المراجعة ان شاء الله.